السادة المشاهدين، تطورات عديدة حدثت مؤخرا فيما يخص الوضع السوري، حيث ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يحدد موعد أو جدول زمني للانسحاب من سوريا، فضلا عن تعهده بحماية الكرد رغم الانسحاب الأمريكي. وفي تطورات أخرى أيضا في الشمال السوري، نصب أهالي مدينة منبج خيمة اعتصام في قرية عرب حسن شمالي مدينة منبج، شارك فيها المئات من أهالي المدينة، وذلك تنديدا بالتهديدات التركية بشن هجمات ضد مناطق شمال شرق سوريا. هذه التفاصيل سوف نستفسر عنها بعد أن نستعرض التقرير التالي. نحن جينا لنعتصم بقرية عرب حسن ضد الاحتلال التركي والاحتلال العثماني، ومنقول لأردوغان ما بتفيد ترديداتك، نحن ما لنا خايفين، نحن شعب صامت وشعب قوي، وما روحنا شهدائنا لنعطي أراضينا، نحن ما لنا شعب محتل الأراضي، نحن أهل المدينة، نحن هون باسم مجلس منبج العسكري، هي مدينتنا منبج، ما لنا خايفين من تهديداتك تحت الضرب، واقفين وما لنا خايفين، ونحن كأمهات البلد في منبج رح نكون يد بيد كل النساء مع شبابنا ومع ثورتنا، وما لنا خايفين من التهديدات. انت جاي تستحل ارضنا، مالك جاي تحررنا من 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 شيء حدا، نحن هون اولادنا كلياتهم، وما بتفيدنا تهديداتك. جرابلس وعزاز والباب وعفرين وادلب وكل شبر اغتصبوه من بلادنا. نحن ابناء العشائر وابناء منطقه منبج بكل مكوناتها نرفض اي تدخل من قبل المتغطرس العثماني اردوغان على ارض منبج الحبيبه. نحن سندافع عن منبج حتى اخر قطره من دمائنا. نحن مشاريع شهاده للدفاع عن ارضنا، والسياده السوريه خط احمر لاردوغان ولكل من يعبث بامن وطننا. ونحن جميع ابناء سوريا شمالا كردا وعربا وعشائرا في خندق واحد في الدفاع عن مدينه منبج جميعا. عندنا قوات عسكريه في المجلس العسكري في منبج. مرحبا بكم من جديد السادة المشاهدين، ينضم إلينا للنقاش في هذا المحور من ألمانيا الأستاذ خالد أحمد، باحث في الصراعات الاجتماعية. مرحبا مجددا بالضيوف. أستاذ خالد، دعني أبدأ من عندك. يعني دوما القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة يتبعها تفسيرات وتبريرات، كيف تقرؤون تصريح ترامب بالأمس بأنه لم يحدد جدول زمني للانسحاب من سوريا؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أنا قلت في مقابلات تلفزيونية سابقة معكم أيضا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سينسحب من سوريا، بأن ترامب بهذه الخطوة يريد عقلانة الصراع السوري. حقيقة عقلانة الصراع السوري من وجهة النظر الإقليمية، من وجهة النظر الداخلية في داخل السوري، ومن وجهة نظر الدولية أيضا. هذه الخطوة من البداية عندما قال الرئيس ترامب أنه سينسحب من سوريا كانت محل مفاجأة لدى الجميع. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 17 عاما لم ينسحب من أفغانستان، وإنه يريد ويكرر بأنه سينسحب من أفغانستان. إلى الآن في ألمانيا هناك جنود أمريكيين متواجدين وقواعد أمريكية متواجدة في ألمانيا أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب لا من منبج ولا من المنطقة ولا من العراق حقيقة، لكنها تريد عقلنة هذا الصراع السوري ودفع الجميع إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف المتواجدة داخل سوريا. وحقيقة كانت رسالة واضحة أيضا لتركيا، تركيا عليها أن تفكر بأن هذا الصراع داخل سوريا إنها أكبر بكثير من تركيا، وتركيا لن تتحمل مأساة هذا الصراع. والآن نرى ذلك بأن تركيا تعاني حقيقة، وما يحصل في محافظة إدلب تشير إلى نقاط أكبر بكثير. فحقيقة تركيا تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تنهي حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك روسيا والنظام السوري، سيكون وجهتهم مناطق درع الفرات وغصن الزيتون كما يسمونه ومناطق إدلب. لذلك
نرى حقيقة الصراع هو يكبر أكثر فأكثر. فنرى الآن هناك تنظيم حراس الدين ينشطون مرة أخرى في العراق. هذا يدل ان وبالرغم من ان الجماعات المسلحه المتواجده في المناطق التي سيطر عليها تركيا سواء الزنكي او جبهه النصره هما مدعومان تركيا حقيقه، تركيا تريد من هذا الصراع المتواجد هناك ايضا نقل ما تبقى من تنظيم القاعده في حال الهجوم عليها من قبل الولايات المتحده الامريكيه وقوات سوريا الديمقراطيه والنظام وروسيا في حال اتفقوا على ذلك، نقل هذه المجموعات الارهابيه الى العراق، وبالتالي مره اخرى من الحدود العراقيه السوريه ومره اخرى الى هذه المنطقه. حقيقه هذه التحليلات هي لكل من هي بسيطه جدا ولكل من يرى الاوضاع وينظر اليها سيحللها بكل تأكيد بأن هدف تركيا هي نقل هذه المجموعات الإرهابية وإدخالها إلى سوريا مرة أخرى. طيب كي نفهم كلام ترامب برأيكم، يعني هل نفهم من حديث ترامب الجديد هناك تأجيل لأجل غير مسمى لسحب القوات؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وترامب عندما قرر ذلك لم يستمع إلى المستشارين السياسيين ولم يستمع إلى المستشارين العسكريين، قرر هكذا بأنه سيسحب قواته من سوريا. حقيقة لن يسحب الولايات المتحدة الأمريكية لا في غضون 60 يوم ولا 100 يوم ولا 4 أشهر قواته من سوريا. هناك قواعد أمريكية في سوريا وهذه القواعد تستخدم قواعد للطائرات والمطارات والرادارات وما إلى هنالك. وحقيقة قال ترامب أيضا إننا لن ننسحب من سوريا إلا أن نؤمن على القوات الحليفة المتواجدة إلى هناك. وإن انسحبت فإنها ستنسحب إلى الداخل العراقي وستقوم بعمليات جوية وستقوم بعمليات عسكرية داخل سوريا، قد تكون عمليات محدودة. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم في مناطق النزاع في جميع مناطق العالم أو التي تسيطر عليها أو تكون طرفا الولايات المتحدة فيها لا تنسحب منها، وهذا الأمر هو واضح كأمثلة قريبة في أفغانستان والعراق والآن سوريا. طيب بالانتقال إليكم سيد أبو توفيق، هل يمكن الاعتماد على تصريحات ترامب الجديدة برأيكم أم لم يعد هناك ثقة؟ يا سيدي الموضوع هو التعجل اللي حصل في الفهم. يعني نحن كنا مع الأصدقاء الأمريكيين، مع الدبلوماسي الأمريكيين، مع طبعا أصدقاء هم رجال الأبحاث والإعلاميين ورجال الموجودين في مراكز دعم القرار. بنفس الوقت الدبلوماسيين الأمريكيين عندما صدرت التصريحات تفاجأت وزارة الخارجية بهذه التصريحات. كنا نسألهم ماذا هناك، يقولوا نحن بعد لم نحصل على أي توضيحات. لكن هذا في هذا التوقيت كنا قد مررنا بنقاش ومراسلات وعنوان كبير هو كان قبل يوم 20 ديسمبر، قبل يوم 20 ديسمبر اللي هو يوم الخميس اللي حصلت الجلسة في مجلس الأمن ونعى بمستورة تمام الحل السياسي ونهى مهمته. قبل هذا التاريخ خلال 10 أيام كانت هناك خلية عمل وتحرك وآراء مختلفة ومتضاربة أحيانا ومتفقة أحيانا عن ماذا سيحصل بعد 20 ديسمبر. هذا الجواب الذي كان يهم الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين منخرطين في الإجابة على هذا السؤال. لا. تمام؟ لما أجا ما كان في بعد أي اتخذ أي قرار، لكن نحن نعرف بالنقاشات القبل بيننا وبينهم أن هناك تحضير لأكثر، أن هناك أكثر من خطة في الأفق. العسكريين الأمريكيين اللي يمثله رأس الحرب يمثله وزير الدفاع ماتيس باستراتيجيته العسكرية، وبنفس الوقت الفريق الدبلوماسي مع فريق السيد بولتون تماما الأمني في مجلس الأمن القومي يمثلوا أيضا خطة أخرى ليست مناقضة. لا يوجد تناقض بين الخطتين، لكن كان في رأي لوزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن خلال سنة كاملة من أبعاد الفرقاء المحليين الموجودين كانت الأمور في حالة صدام، وهذا الصدام لن يساعد. فإذا لابد من كسر هذا الجمود
وإشراك الأفرقاء في الحل السوري، فعدنا لنفصل الورقة العسكرية عن الورقة السياسية. فإذا سيتولى الأمريكيون الورقة العسكرية مع حلفائهم، وبنفس الوقت الورقة السياسية تم التعبير عنها باللجنة المصغرة. هاي هي. لكن لما جئنا للرئيس ترامب، معروف عن الرئيس ترامب هو التصريحات النارية تماما، لكن هذه خطة عسكرية وسياسية لا تؤخذ بهذا. السيناتور جراهام لما زار الرئيس وجلس معه وسمع منه تفاصيل الخطة اقتنع فيها. والسيناتور جراهام معروف موقفه المتشدد خاصة اتجاه إيران. فإذا عدم المعرفة بالتفاصيل، طيب من حتى عندما أقر الرئيس الخطة واختار خطة، حتى زيارة جراهام حصل تعديلات، نعم حصل تعديلات على الخطة وتحسين في الخطة وسد ثغرات فيها. كل خطة لا يوجد شيء كامل، أنت تعمل على الأرض وكل يوم شيء جديد. تمام. وضحت وجهة نظرك سيد أبو توفيق. تماما. دعني أنتقل إلى الأستاذ خالد وسعود إليك سيد أبو توفيق. أستاذ خالد، كيف ترصدون آخر التطورات في مدينة منبج؟ نعم، حقيقة مدينة منبج تعكس الخلاف الأقليمي والدولي وحتى في داخل سوريا أيضا. اليوم رأينا حقيقة النظام السوري أو الدولة السورية أو المتحدث باسم الجيش السوري قال بأن وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية حوالي 400 عنصر قد غادروا مدينة منبج. الأمريكان متواجدون في مدينة منبج، الجيش الروسي متواجد في ريف مدينة منبج، النظام السوري متواجد في الريف مدينة منبج، الأتراك متواجدين في الريف الشمالي أقصد مناطق فوق الساجور، وقوات سوريا الديمقراطية والفرنسيين وما إلى هنالك. مدينة الصراع على مدينة منبج أو حول مدينة منبج تعكس حالة التعقيد لدى الصراع السوري حقيقة، بأنه إذا توصل الأطراف الأقليمية والدولية والسورية إلى نموذج للحل في مدينة منبج سيكون نموذجا على سوريا بشكل عام حقيقة. إذا نموذج مدينة منبج وما يدور والخطوة التي خططها الإدارة الذاتية الديمقراطية بالتقرب من المحور الروسي والدولة السورية ولتحرير أو لمنع الهجمات التركية للاحتلال مزيد من الأراضي السورية وإعطائها الحجة من أجل احتلال الأراضي السورية كانت خطوة حكيمة ومقبولة جدا. وحقيقة إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت حقيقة الخطر أو التعقيد أيضا المتواجد في مدينة منبج، ولذلك رأينا مرة أخرى كيف ترامب عدل عن قراره وقال بأنه سوف يبقى في سوريا. طيب بالانتقال إليكم سيد أبو توفيق، يعني سيناريو حل في منبج يكون معمم على كل أو مرتبط بمستقبل سوريا، هكذا سيناريو يرضي جميع الأطراف برأيكم، هل من الممكن تطبيقه في هذه المدينة؟ هل يوجد في الأساس هكذا سيناريو يمكن تطبيقه؟ يا سيد الكريم، أريد أن أوضح نقطة. أول شيء، لن يكون هناك انسحاب أمريكي كامل، المتوهمون. نحن حتى لو بدأنا في خطوات الحل السياسي السوري نحتاج إلى قوات دولية تماما للإشراف على هذا الحل، والقوات الأمريكية قوات أساسية. ثانيا، رأينا بأعيننا أن التدريب الذي تم على يد القوات الأمريكية والتنظيم اللي صار في شرق الفرات تم دحر دولة البغدادي بما فيها القوات العراقية اللي هي قوات نظامية خضعت لهذا التدريب ولهذه المساندة. فإذا نحن ما زالت القوى الأمنية إن كان في العراق أو في قوى الثورة السورية بحاجة إلى التدريب حتى تكون جاهزة لاستلام المهمات الأمنية على المدى الطويل. هذا التدريب نحن نحتاجه في مناطق أخرى. الانتقال من الحالة الميليشياوية إلى الحالة المنظمة كقوة عسكرية للثورة تدافع عن الحل السياسي وتؤمن بتطبيقه. تمام، هاي نقطة. النقطة الثانية، لاحظ الكل يقف على أبواب منبج، يا أبطال ويا قوى مختلفة، لماذا لا تدخلوا منبج؟ لا يستطيع أحد أن يدخل منبج.
تمام. قرار دخول منبج هي قرار بيد الأمريكي، الأمريكي مستمر بمهماته. يعني بعد صدور القرار الأمريكي بأيام كان لي حديث مع الأصدقاء البريطانيين وقالوا بالحرف الواحد نحن ننسق مع حلفائنا الأمريكيين والفرنسيين. أعلنوا البريطانيين والفرنسيين وكل. لاحظ شيء، أن أوروبا خرجت من عقدة الاتفاق النووي مع إيران، لم تعد ترى مصالحها ضمن الاتفاق النووي، وإنما صاغت سياسة جديدة تحالفية مع الولايات المتحدة. تمام. لاحظ هذا الأمر. طيب. تطور سيد أبو توفيق. سيد أبو توفيق. العفو للمقاطعة، في مدينة الباب القريبة من مدينة منبج. نعم. هناك المجلس العسكري يتحدث عن وجود تنسيق مع حرس الحدود الهجانة التابعة للنظام في رد الاعتداءات التركية. دعنا والأستاذ خالد نشاهد تقرير لمدة دقيقتين ونستتبع النقاش. طيب. خلال لقاء أجرته وكالة أنباء هواري مع قائد مجلس الباب العسكري جمال أبو جمعة، قال بأن هناك تنسيقا فعالا بينهم وبين حرس الحدود الهجانة السورية التابعة للنظام منذ سنة ونصف تقريبا في بلدة عريمة ومحيطها شرق مدينة الباب الواقعة شمال سوريا. وأكد أبو جمعة أن هجمات وانتهاكات الفصائل التابعة لتركيا المتكررة تهدف لضرب أمن واستقرار المنطقة، وخصوصا بعد التهديدات التركية التي تطال المنطقة منذ 13 من ديسمبر الفائت. وأشار أبو جمعة إلى أن الفصائل المدعومة تركيا يحاولون أن يستفزوا قواتهم المتمركزة شمال غرب بلدة عريمة في محاولة لنشر الخوف والهلع بين الأهالي. وآخر استهداف كان في قريتي بوغاز وبويهج غرب العريمة ليلة أمس، مما دفع قواتهم وقوات حرس الحدود المدعومة من روسيا بالتعامل مع تلك الاعتداءات ضمن إطار الدفاع المشروع. وأكد أبو جمعة أن حرس الحدود التابع للنظام زاد من قوته في بلدة عريمة ومحيطها، وفي حال شن أي هجوم يتم التعامل معه بالتنسيق فيما بينهم وبين مجلس منبج العسكري وحرس الحدود. أبو جمعة لفت بأن هناك حشودا كبيرة للفصائل التابعة لتركيا قبالة العريمة ورياف منبج، موضحا بأنهم على اطلاع تام على ما يدور في تلك المنطقة، حيث وسع الاحتلال التركي لضرب التعايش المشترك وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي ختام حديثه قال جمال أبو جمعة بأنهم يتلقون يوميا دعوات من مدينة الباب لتخليصهم من الفلتان الأمني الذي تعيشه مدينة الباب، مؤكدا بأنهم يعملون مع مختلف الأطراف لتخليص الأهالي من تلك الانتهاكات وتحرير مدينة الباب. نعم، نبدأ النقاش من عندكم أستاذ خالد. بداية، يعني المجلس العسكري في مدينة الباب يتحدث عن تعاون مع الهجانة التابعة للنظام في الرد على الاعتداءات التركية، ولكن على الرغم من وجود هذا حرس الحدود هناك اعتداءات تركية اليوم. في حال عممت هذه التجربة في مدينة منبج، هل هذا الأمر كافي لوقف الاستفزازات التركية؟ تركيا ستحاول دائما استفزاز قوات سوريا الديمقراطية سواء من مدينة منبج أو من مدينة كوباني أو سيريكونية أو أقامشلي أو ديريك أيضا. فهناك اعتداء على مدينة ديريك كما لاحظنا بطائرات من دون طيار قاموا بتصوير منطقة ديريك أيضا. الاستفزازات التركية لن تقف إلا في حال تشكيل جبهة وطنية شعبية تقف في وجه الاحتلال التركي، ليس في منطقة منبج فقط وفي منطقة الباب، وأيضا في منطقة جرابلس والراعي وعزاز وحتى منطقة عفرين ومنطقة إدلب. يجب تشكيل جبهة شعبية وطنية لتحرير هذه المناطق من الاحتلال التركي. يجب أن يكون هناك تنسيق مع الدولة السورية مع الجيش السوري بين من أجل تحرير هذه المناطق والدخول إلى هذه المناطق حقيقة. طيب، عذرا للمقاطعة، في هذه النقطة مجلس الباب العسكري يتحدث يعني عن مناشدات من الأهالي في مدينة الباب لتحريرهم من الفصائل التابعة لتركيا، سيناريو اتحاد القوات الروسية النظامية مع قوات سوريا الديمقراطية، إلى أي مدى من الممكن تطبيقه في المستقبل برأيكم؟ نعم، هناك نقاشات بين حقيقة بين الجانب الروسي والنظام من طرف آخر، ومن الطرف الثاني قوات سوريا الديمقراطية أو مسد. فإذا توصلوا إلى النقاط بإدماج هذه القوات، قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، وإن توصلوا إلى صيغة
ترضي كافة الأطراف وكافة المكونات في شمال سوريا، فأظن أن هذا السيناريو ليس بعيدا، وخاصة أن قوات سوريا الديمقراطية قالت في بياناتها بأننا جزء من سوريا، جزء من هذا الأرض، وإنهم دافعوا عن هذه المنطقة في زمن لم يستطع الجيش السوري حماية هذه المناطق. إذن النداء واضح، وعلى الدولة السورية القيام بواجبها وأخذ هذا النداء بشكل جدي لتحرير المناطق الأخرى الخاضعة للاحتلال التركي. هذا النداء حقيقة قبل معركة عفرين وحتى أثناء معركة عفرين أطلقه وحدات حماية الشعب الكردية هناك، لكن النظام والجانب الروسي كانوا يريدون تنازلات من تركيا، ولذلك أهملوا هذه النداءات. أتمنى أن يكون النظام السوري والروس يقظين في هذا النداء، وأن يشكلوا بنية من أجل تشكيل جبهة شعبية وطنية لدرك المخاطر وتقديم المزيد من التنازلات. في ذلك الوقت أثناء احتلال عفرين قلناها للجانب النظام والروس أيضا بأنه في حال دخلت تركيا ستكون صعبة جدا إخراجها من هناك، والآن يدركون ذلك. فإذا دخلت تركيا بقواتها وبهذه الأدوات المجرمة إلى مناطق شرق سوريا لن تخرج منها إلا بمقاومة شعبية كبيرة، وهذه المقاومة يجب أن تبدأ بالرغم من أنها جاءت متأخرة، يجب أن تبدأ هذه المقاومة وهذه الاتفاقيات من أجل تحرير مناطق ما يسمى درع الفرات وغصن الزيتون وكذلك أدلب. بالعودة إليكم سيد أبو توفيق، فيما يخص مستقبل الوجود التركي في الأراضي السورية وإن كان لديكم تعقيب تفضل. يا سيدي، أولا لا نرى في دخول النظام وبدعم روسي الحمل الوديع روسيا القاتل للشعب السوري أنها سيشكل فرق، على العكس. ما هو سبب ألمنا الآن كليته خلال 8 سنوات؟ أليس النظام السوري الذي تدعم روسيا؟ من سيدخل إلى شرق الفلات؟ أليس أو إلى منطقة منبج؟ أليس النظام بدعم من الميليشيات الإيرانية؟ هل تظن أنك عندما تدافع عن شرق الفرات وتستعين بالنظام أو تستعين بالإيرانيين سيكونوا ليحموك؟ لا، أنت تشكل خطر عليهم في تجربتك، في ديمقراطيتك، في طرحك لشيء اسمه سوريا الجديدة. فإذا لا فرق بين النظام ولا فرق بين العصابات العمشات والحمزات التي لمها التركي وسماها قوى ثورة وليست قوى ثورة، لا فرق بين الجيش السوري وبين جيش الحمزات والعمشات، نفس الشيء في التفكير، هذا التفكير الميليشياوي لتدمير هذه المناطق التي أثبتت نجاح التجربة الديمقراطية فيها. فإذا عليك أن تخرج من هذا الوسواس كقوى قصد الديمقراطية، عليها أن تخرج، عليها أن تعرف أن حربها مع النظام، نعم، لأنه جزء من مشكلتنا والجزء الأساسي أن الدعم الإيراني والروسي هم من سبب في إطالة هذا الألم. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات السيد أبو توفيق الديري، منسق عسكري في جبهة جنوبية، حدثنا من جدة. والشكر موصول لكم على تلبية الدعوة الأستاذ خالد أحمد، باحث في الصراعات الاجتماعية، حدثنا من ألمانيا. إلى هنا نصل وإياكم السادة المشاهدين لختام حديث اليوم، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.